أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم بحث عن مخارج لأزمة آلية عمل مجلس الوزراء وصبر طويل للرئيس تمام سلام الذي يلفت إن تعطيل عمل الحكومة لا يغطي عدم انتخاب رئيس الجمهورية. سلام مستمر بالتشاور للبحث عن صيغة مقبولة لآلية عمل جديدة في وقت الرئيس نبيه بري يدعو إلى تطبيق الدستور في هذا المجال، وهناك المادة 65 وربما 62 أيضا. هناك فريق في شكل ضمني يرفض مس الآلية التي عمل بها منذ بداية الشغور الرئاسي، أي منذ 9 أشهر. اللقاء التشاوري في منزل الرئيس الجميل شدد على انتخاب رئيس الجمهورية مبديا ما اعتبر بعض المرونة بالنسبة إلى آلية عمل مجلس الوزراء. هناك فريق آخر يجري اتصالات لتغيير الآلية مع الحفاظ على سياق لا يؤدي إلى القول إن وجود رئيس جمهورية وعدم وجود رئيس سيان، وضمن هذا الفريق المردة والتيار الوطني الحر. زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الذي غادر إلى الرياض الليلة الماضية ترك للرئيس تمام سلام التصرف. في أي حال، الموقف البياني المتواصل بين كل المواقف والاتصالات يبدو تشديدا من جميع الأفرقاء على انتخاب رئيس الجمهورية، فيما المكون المسيحي في لبنان وللبنان أكثر من أي وقت مضى في خلال ربع قرن بعد الطائف. المسيحيون يعبرون بشعورهم وقرارة نفسهم وفي خطابهم عن أزمة الأقليات في المنطقة، واستطرادا عن التوجس الوجودي والحضاري لدى مسيحيي 14 ومسيحيي 8 أدار في زمن الخيارات الكبرى في المنطقة، والمسيحيون الذين مع فخر الدين مهدوا لحدود الوطن ومع البطريرك حويك والأفرقاء اللبنانيين الآخرين مهدوا لفكرة الدولة، ها هم اليوم تطغى على فكرتهم وصناعتهم الدولة هواجس لألا يصلوا إلى الهجرة، لكن كل ذلك لا يدفع بهم إلى وحدة الموقف السياسي فيما بينهم، لا بل عندما حصل التقارب الذي كان يرتج منذ ربع قرن بين القوات والعونيين برز على مستوى المسيحي من يخشى هذا التقارب الذي أيده 94% من المسيحيين في استطلاعات الصيف الماضي. في خضم الخيارات الكبرى في المنطقة اليوم هناك طاحونة موت، طواحين تطير الحدود، وتطاحن مذهبي كبير. هل هناك في لبنان اليوم مجال للتحصن في خيار ثالث يعزل بين الخيارات القائمة القاتلة؟ أم هل نخرج إليها لإثبات وجودنا وحجز أوراق لبنانية في التغيرات الإقليمية والدولية؟ أم نتحصن بدولة في داخل لبنان؟ وهل علينا انتظار الأجوبة أم العمل بدءا بانتخاب رئيس جمهورية؟ إنها الأسئلة وهيهات من الأجوبة. معنا مباشرة النائب خضر حبيب عضو تيار المستقبل. اهلا وسهلا فيك عضو كتلة المستقبل. اهلا وسهلا فيك استاذ. يعني اذا كنا عم نحكي عن آلية عمل لمجلس الوزراء والكل عم بيقول يعني كانوا 24 وزير 24 رئيس و24 رئيس حكومة ما بيمرق شيء، كل شيء عم يتعطل، خلينا نغير الآلية اللي كان معمول بها، وحضرتك تعرف مين كان ناصح فيها هال 24 رئيس و24 وزير، شو عم بصير هلا؟ كيف عم نوصل للآلية اليوم؟ يعني بقدر اقول لك بداية انه وقت اللي حقيقة مجدت المادة 62 والمادة 65 من الدستور اللبناني لم يلحظ انه ممكن يكون هناك فراغ طويل في موقع رئيس الجمهورية، نفس ايجابي يعني انه كل شيء ممكن يكون خلال اسابيع بس. هلا صرنا 9 شهور اليوم. لا. مر على شهور موقع رئيس الجمهورية 9 شهور بعد 19 جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. المادة 62 من الدستور السجلية الواضحة بتقول بتنص انه في حال خلوص سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء. هذه المادة 62 عبارة عن سطر ونص، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء. هلا المادة 65 بتقول حرفيا المعدل بالقانون الدستوري بتاريخ 31/9/90، يعني عم نحكي بعد اتفاق الطائف. بتقول صلاحيات السلطة الإجرائية لمجلس الوزراء يتخذ قراراته توافقيا. هيدي بتصير يعني هيدي صلاحيات مجلس الوزراء توافقيا. إذا تعذر ذلك في حال لم يعني يتخذ قراراته بالتصويت بأكثرية الحضور، أكثرية عم نحكي نص زائد واحد. أما المواضيع الأساسية والميثاقية فإنها تحتاج إلى موافقة بثلثي أعضاء مجلس وزراء. نعم. نحن نعمله اليوم ما حكيوا عن الإجماع. عم يحكي أنه القرارات العادية بيتم التصويت داخل مجلس وزراء بالنص زائد واحد، أما القرارات الأساسية والميثاقية فتستوجب ثلثي مجلس وزراء. نحن عم نقول اليوم هذه الآلية اللي تم اعتمادها يا أستاذ جلال، يعني 24 وزير 24 توقيع و 24 رئيس. أنا بقدر أقول لك أحد أصدقائي الوزراء عم بحكي أنا وياه من فترة قال لي مع الأسف يعني
باخر باخر اسابيع بجلسات مجلس وزراء قال المناكفات والكيديات اللي بيتم التعاطي فيها، يعني بكل هيك صراحه نقعد قال لي اربع خمس ساعات على بند وحيد بس لانه الوزير فلان الفلاني طرح موضوع، الوزير الثاني انكي بطريقه قيديه، يقعدوا ثلاث اربع ساعات بس مناكفات بين بعض البعض. نعم. واليوم مصالح الناس، نحن اليوم الوضع اذا بتطلع بالوضع المعيشي، بالوضع الاقتصادي، بالوضع المائي، بالوضع الامني من أسوأ ما يكون، خاصة المنطقة اللي عم تمر فيها من اليمن إلى العراق إلى سوريا مرورا بلبنان وشو عم يصير يوميا. فبالتالي نحن اليوم بأمس الحاجة، لا يمكن اليوم. وخلينا لك شغلي أستاذ جلال، صحيح في شغور بمركز رئاسة الجمهورية اليوم، نعم، بس أيضا في كمان شغور بالمجلس النيابي بالسلطة التشريعية. نحن اليوم عم نجتمع، يعني الأسبوع الماضي كان عندنا لجان مشتركة وعم نجي على لجان مختصة، ولكن الهيئة العامة يعني صار عنا عشرات وعشرات المشاريع الجاهزة لأخبار بدها هيئة عامة. بدها هيئة عامة جزء من اليوم من زملائنا بالمجلس النيابي، وأنا بتفهموا الهواجس عندهم إنه يا أخي لا يمكن إنه بزنس يكون بزنس as usual وتدعي إلى جلسات تشريعية في ظل شغل مركز رئيس الجمهورية. هذا شنو بتأمر عنه؟ بري كمان قال إنه منسحبي على كل شيء، ولكن استاذ خضر اليوم عم تحكي صلاحيات تنتقل الى مجلس وزراء. نعم. اول شيء لبنان بلد توافقي، هذه معروفه. صحيح. ولكن حتى الصلاحيات بحد ذاتها، يعني اذا في لازم يكون في تعاون السلطات وفصل السلطات. صحيح. في صلاحيات الطعن، في صلاحيات توقيع المرسوم، في صلاحيات المعاهدات الكبيره. طب كيف ممكن كل الصلاحيات تنتقل على مجلس الوزراء وانه ما في رئيس جمهوريه، كان هناك يعني في رئيس او ما في، ممكن مجلس وزراء ياخذ كل الصلاحيات؟ ما فينا نعدل بالنصف زائد واحد والثلثين ونزيد عليها بالاجماع بالقضايا الكبرى جدا، يعني الاكبر القضايا. استاذ جلال الله يرحمه لرئيس الجمهوريه السابق القائد فؤاد شيب، نعم، كان يقول لهم على طول الرجوع الى الكتاب. كتاب جبت لك يا معي. نعم. هذا الكتاب يعني الدستور، هيدا الكتاب، هيدا الدستور. نعم. اليوم لا يمكن وهو من غير المقبول اختلاق بدعة جديدة ونعتمدها، كان بمجلس وزراء ولا كان بمجلس نواب ولا بأي مؤسسة حكومية أو مؤسسة بالبلد. اليوم بدك ترجع إلى الكتاب. شو بنص الكتاب؟ شو بيقول؟ المادة 62 والمادة 65 واضحين. فالآلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء ب 24 امضى و 24 رئيس جمهوريه و 24 راس، يا اخي جسم الانسان بيمشي براس واحد، مجرد ما صار اكثر من راس ما بقى في كنترول عليه. طب فيني تصور، عم اقول لك انا عم يعني بتعرف، نعم، في جوائز هلا بيعطوها مثلا ل بيعملوا جوائز عالميه، انه اخر مره لبنان يمكن اخذ او دخول بالجينيس بوك، انه لبنان اخذ اكبر صحن حمص او اكبر طبولي. نعم. انا بقول لك اذا هلا رئيس تمام اسلام، نعم، بياخذ جائزه جينيس لاطول بال، يعني بطوله البال اللي عنده اياها وبالحكمه وبالتروي، يعني ايوب صغر ايوب بالحكمه وبالتروي بطوله البال بياخذ جائزه جينيس، فينا نسميه رئيس ايوب سلام. بقول لك بكل صراحه. طيب بس استاذ خضر هون يعني حتعطيني اكثر سبب لاطرح السؤال، هل اخطا الرئيس تمام سلام بقبول تلك الاليه المعمول بها الان؟ ومن الذي يعني في، معلش خليني اقول لك، في بعض الاخبار والمعلومات بتقول، نعم، انه الرئيس سنيورا نصحه بقصه ال 24. انا بصراحه، نعم، ليس لدي معلومات حوزه هذا الموضوع، وانا بك بقدر اقول لك يعني ممكن كان في عنده ظروفه الخاصه بوقته، وخوفا ما يقولوا انه عم ياخذ مقطع الرئيس. بالضبط. وانا كليتا بنيه طيبه، يعني نعرف ما مدى الحكمه وهالبيت الوطني، نعم، للرئيس تمام سلام، ما حدا بيقدر يزيد عليه بهالموضوع ابدا. كانوا يسموه رئيس حزب الاوادم رئيس تمام سلام. صحيح صحيح. فلذلك ممكن هو يكون خوفه على صلاحيات موقع رئيس الجمهوريه، انه انا مش جاي ما ينظر المسيحيون انه جاي ياخذ، انه انا مش جاي لاخذ رئيس مجلس وزراء لغطي، نعم، ويكون يعني بمقام رئيس بمقام رئيس الجمهوريه. من هالمنطلق وبنيه بكل نوايا حسني اقدم على هذه الخطوه، بالرغم انا على الصعيد الشخصي عم بحكي باسمي انا كخضر حبيب بعتبرها كان خطا. طيب هلا شو بده يصير؟ لانه هلا عم يدفع ثمنها. طيب شو بده يصير هلا؟ هلا بدك له الدستور. نحن ككتله تيار مستقبل كان لنا موقف استشاري، نحن عم نقول مع اي اليه ومع اي معادله جديده على شرط ان بتكون من النص الروحي للدستور. النص الروحي مش الحرفي، فينا نلعب النص الروحي للدستور. يعني اليوم وقت بيقول لك رئيس بري وصرح من كان كذا مواقف السفير، نعم، كان عم يقول خلينا نرجع للدستور.
ونشوف القرارات العادية فليتم التصويت عليها بالنص زائد واحد. نعم. والقرارات الأساسية والميثاقية تلتين. طب اوكي. هاي ما هو هيدا بنروح للدكتور بالاجماع بالاجماع اكيد. نعم. طيب خلينا هيدا من النص وروح الدستور بالمادة 65. لذلك عملوا اي بدعة اليوم تطلع فيها خارج الآلية تدفع ثمنها. طيب اذا عم نحكي هلا عم ندفع ثمنها. طيب اذا عم نحكي يعني عن النيات، هل فعلا في نية لآلية مرنة يعني من جهة، ومن جهة تانية انه اللي عم يطرحوا انه ما تتغير الآلية كمان عم بيفكروا بموضوع الشغور؟ يعني في ناس عم بتقول خلينا نغير الآلية لتسييل العمل، تسييله وتسييره. نعم. في ناس عم بتقول ما بدنا نغير الآلية لينتخب الرئيس. هل اثنين عندهم النيات الصافية انه فعلا هو هذا الهدف يعني؟ لك البعض. نعم. يعني انا وهيدا عم اقول انه البعض مشان ما عمم، البعض من الوزراء المسيحيين داخل هذه الحكومة واللي يعني ينتموا إلى تيارات سياسية عم يقولوا نحن ما بدنا يكون الشغل business as usual بمجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء، وكأنه اليوم صارت صلاحيات صحيح صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب المادة 62 تناط إلى مجلس الوزراء. لا. بس نحن ما بدنا صلنا 9 شهور. بقول لك شغلي ما في اي باب ضوء اي افق قريب تطلع بتشوف بتفيد بتونيل بهالتونيل عم تقول شايف باب ضوء. نحن مش شايفين باب ضوء. انا عم حكيك بكل صراحه وعم حكيك هلا ومسؤول عن كلامي استاذ جلال، ما في اي باب ضوء طالما العماد ميشيل عون بعده اخذ قرار ولن يتراجع وبده يضلوا يعني عندك هالكتلتين اليوم. نعم. السياسية كتلة الإصلاح والتغيير للتيار العوني وحزب الله. نعم. طالما هني ما عم يقبلوا النصاب صار لها 9 شهور، ممكن إسا نقعد سنة وسنتين. ما زال وصلنا على موضوع لا يمكن هاسي. بس لا يمكن اليوم ترك البلد بالوضع اللي احنا فيه أستاذ جلال. نحن اليوم البلد بحالة حرب غير معلنة، خليني أكون معك صريح. طيب بس البلد بحالة حرب غير معلنة. طيب أستاذ خضر حبيب، اليوم إذا وصلنا على موضوع الرئاسي واللي هو يمكن تصويب البوصلة إنه ننتخب الرئيس، اليوم أنتم يعني حضرتكم كتيار مستقبل ب 14 أدار، في يعني كمان حزب الكتائب من حلفائكم. يعني اليوم وقت اللي بيكون كل العالم صامت وصلت يمكن ربع قرن وهلا آخر 9 شهور إنه القوات والعونية يتقارب، نحن عم نسأل سؤال حرفيا وتقنيا. طيب اليوم انتو يعني وقت اللي بيجي حليف من حلفائكم يمكن البعض بيتهموا بالتوجس انه بس تقاربوا العونية والقوات صار في افرقاء مسيحيون اخرون بيتوجسوا من هالموضوع وانه عم يستفردوا العونية والقوات. طب ليه ما بتساعدوا كمان مع حلفائكم انه يتقربوا؟ بركي حدا بيقنع حدا، يعني ممكن القوات يقتنعوا بالعماد عون رئيس، ممكن العماد عون يقتنع بالدكتور جعجع رئيس. استاذ جلال نحن مش من هلا طبعا مع احترامنا لكل المرشحين. نعم. بس هيدا الواقع. وقت قالوا المسلمون خلي يتفقوا المسيحيه يمكن اكبر كتلتين تقريبا عدديا وما بعرف هن القوات والعونيه. صحيح. طب ليه ما بتساعدوا انه نحن اكثر تقريبا منذ سنه ونصف تم اجتماعات بين دوله رئيس عبد الحريري وبين العماد ميشيل عون وايضا. نعم. بين الوزير جبران باسيل. نعم. بأكثر من عاصمة أوروبية حتى المعايدة من بأكثر من عاصمة أوروبية بين باريس وبين. نعم. بين إيطاليا وبين. نعم. فرنسا. أنا اللي عم أقوله وكان لدينا موقف واضح أنه نحن ليس هناك أي فيتو على أي مرشح لرئيس الجمهورية. نعم. من أي فئة أو تكتل سياسي. نعم. لا من 8 ولا 14. موقفنا ما يزل عند محلوز. نحن ليس لدينا أي فيتو على أي مرشح. نعم. ولكن نحن لدينا حلفاء في قوى 14 دار، حلفائنا من قوات لبنانية من الكتائب ومن المستقلين. نعم. نحن عم نقول هلأ في حوار قائم ما بين القوات اللبنانية وبين التيار العوني. هذا شيء عظيم. أنت شوف بس الحملات الإعلامية سيد جلال اللي كانت ما بين. نعم. هذا التيار توقفت عظيم. وأيضا الحوار القائم اليوم بين حزب الله وبين تيار المستقبل أيضا يعني في انعكاسات إيجابية له على صعيد الشارع وأيضا من تنفيذ خطط أمنية وإزالة اليافطات والصور إلا ما هنالك. نعم. أنا اللي عم أقوله أي حوار اليوم. نعم. بيخفف الاحتقان المذهبي والطائف والسياسي. نعم. لأنه اليوم بين القوات وبين التيار ما في حرب تبلش ما في يعني ما في أمور مذهبية أو طائفية لا سمح الله، في أمور سياسية وبس. اليوم المناكفات بين بعضهم البعض شفنا يعني بالإعلام وبالعشرة حرب تبلش بكلمة والحب يبلش بكلمة ما في شك. نعم. بس يا ريت الحب على طول بتكون كلمة سابقة. هذا الوجه الإيجابي يعني هيدا اللي كنا بنتمنيه. أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم هالتقارب بين التيار العوني
وبين القوات اللبنانية. نحن حقيقة أقول لك إياها بكل بكل صراحة وبكل محبة، نحن بنتمنى أنه يوصلوا إلى نتيجة يقدروا يتفقوا على اسم، مين ما يكون الاسم، اسم توافق بين بعضنا البعض لموقع رئاسة الجمهورية، نحن نمشي معه. نعتبر هذا الشأن هو شأن بقدر ما هو شأن مسيحي ماروني، بقدر ما هو قدر شأن لبناني أيضا، لأنه اليوم رئيس الجمهورية السجل مش بس للأخوان المسيحية المواني، هذا رئيس جمهورية كل لبنان أكيد يعني. فبالتالي بيعنينا كلنا، أنا بدي رئيس الجمهورية والوزراء كمان قالوا هالشي يعني وحكيوا على الموضوع وقالوا في بتعاون السلطات إنه الرئيس كله لبناني. صحيح. بس ولكن العقبة وين؟ نعم. العقبة وين؟ العقبة اليوم وين موجودة؟ مين اللي مانع اليوم يعني مين اللي مانع اليوم عدم حصول انتخابات لرئيس الجمهورية؟ طب ما راحوا على الدوحة وقت اللي انتخبوا يعني. ما هو كمان. مع المؤسف. ما أنا عم تحكينا عن كتاب الدستور. طيب مع الدستور، الدستور هون، الدستور منه برا، الدستور يعني على الميلتين، ان كان اللي بيأيد الآلية الدستورية بانتخاب الرئيس او اللي ما بيأيدها كلهم راحوا وقت على الضوء. يعني من المؤسف حقيقة انه هالبلد ما بعرف هيك اذا قدرنا هيك انه كل ما بيكون عندنا استحقاق رئاسي وكأنه البلد بعده بحاجة الى رعاية غير راشد، الى رعاية خارجية او اقليمية او دولية، يا بدك الاوروبيين او يعني او كله شيء مؤسف. طيب استاذ خضر، شيء مؤسف انه نوصل لهالمرحله اليوم. بقدر انا قلت لهم الاسبوع الماضي كان عندنا جلسه 19 احد الوسائل الاعلاميه عم يقولوا لي انه اليوم شو موقف الجلسه بكره، قلت له حجمه لهذه الجلسه حضور اعضاء فريقين ينزلوا ويرشحوا مين ما بدهم، بس خلينا ننهي هال المأساة للشعب اللبناني. اليوم الموقع الوحيد المسيحي في الشرق الأوسط كله هو لبنان، اللي بيمثله اليوم رئيس جمهوري مسيحي. طيب انتو يلي عم تحاولوا تقولوا بدنا الحفاظ على الموقع المسيحي في الشرق، شو عم تعملوا لهالموقع هيدا؟ طيب استاذ خضر عندك صبعات، شو عم يعملوا له اليوم؟ عندك هني المسؤولين عن هذا الموقع بالممثلين المسيحيين بهالسلطة وبهالبرلمان بهالبرلمان. عندك صداقات اليوم اذا بتقله بال1771 صار للطائفه الدرزيه الكريمه مثل ما صار للموارنه بهالربع قرن، يعني وقتها يعني احمد القيس حتى ما قال له نصحهم بعلي علم الدين يمني من الحزب اليمني ما قبلوا فيه، جابوا يمكن احمد شهاب وصارت اللي صار، ضرب اليمنيه وطارت الحكم من الدروز. صحيح. بال1989 لليوم كذلك. طيب اليوم أصدقائك إن كان من فريق 8 أو 14 نواب أو وزراء أو هل مدركون هن المسيحيون؟ هل مدركون لهذه الأمور إنه هن عم بيضيعوا هالكرسي أو بيضيعوا هالامتياز اللي بيخلي لبنان مميز مش لأنه يتفردوا كمسيحية يعني؟ لك هلا سألتني سؤال على الصعيد الشخصي عم خبرك وبكل نعم. وبكل شفافية. لأنه نحن نعرف إنه في عندك على ما في شك بفريقين. ما في شك أصدقائنا وأحبابنا نعم. من كل بس خليني خبرك، البعض من زملائنا النواب بيحكوا معك على الصعيد الشخصي بعيد عن الإعلام شيء، وبس يطلعوا على المنابر الإعلامية يتكلمون شيء من آخر 180 درجة تختلف. هلا بتسألني ليش؟ نعم. بتسألني ليه؟ لأنه زعيم كتلتون بيطلب منه موقف يعني موضوع معين، التزام بموقف، التزام بموقف لو هني مش مقتنعين فيه، ولكن نزولا عند رغبة رئيس التكتل تبعهم بيطلعوا وبيحكوا فيه بالإعلام، ولكن يمكن ضمنيا هي مش مقتنع فيه. اليوم أنا بدي أسأل أي نائب مسيحي ماروني بكتلة تكتل إصلاح والتغيير إنه هل يجوز إبقاء البلد اليوم 9 شهور بدون رئيس جمهورية وبهالوضع اللي عم يمر فيه البلد، ما بس البلد عم تمر فيه المنطقة مثل ما قلت لك من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، عم يصير هون طلع بالوضع المعيشي شو عم يصير اليوم، طلع بالاستحقاقات، طلع بالاستحقاقات البلد اليوم شو عم يصير فينا. وقت اللي صار يمكن يكون في قبول متبادل شفنا كمان افريقا اخرين ما عجبوا، يعني حتى وليد باك وقت اللي بيجي بيقول بلا الجدل البيزنطي طبعا في له عده رد له هذا مش جدل بيزنطي، بس هي بمعناها المجازي جدل بيزنطي. وقت كانوا الجدل البيزنطي بالقسطنطينيه خسروا القسطنطينيه بين مزدوجين الروم نعم. الأرثوذكس وقتها لمصلحة الغزو العثماني أو الغزو ما بعرف شو. المهم أنه كمان في ناس عم تنبهون يعني ما عم ينتبهوا. طيب أنا السؤال بيطرح نفسه أستاذ جلال أنه بعد 19 جلسة وبعد مرور 9 شهور أوكي خلينا نعتبر أنه جدل بيزنطي، طيب ما في هناك اليوم آلية لانتخاب رئيس الجمهورية فليطبق الدستور اليوم ننزل على المجلس النيابي
خي مين عندهم يترشح؟ في عقم بالنظام لحتى ما عم نقدر نطبق آلية ديمقراطية. أنا أعتقد أنه اليوم نحن بأمس الحاجة، بس مش بالظروف الحالية. نعم. مش بالظروف الحالية، لأنه اليوم بدك إياها على البارد يعني. بدك إياها ما بس على البارد، بدك إياها تكون جميع الأطراف الأعطين. هلأ قاعد أنا وياك على طاولة مستديرة أستاذ جلال، وقت أنت حضرتك حاطت قلم قدامك وأنا حاطت قلم قدامي، بنقعد نتشاور وبنتحاور بطريقة بتكون يعني متوازن. بس انت اليوم حاطط لي بارود وفرد قدامك ومدفع وصاروخ وانا حامل قلم قدامي، ما بدي اتعوض على شيء متخاف يعني. لا لا لا، مش شغله خوف او غير خوف. اليوم توازن القوه بالبلد، معلش خلينا نحكي الامور كما هي، ما فينا نغير بالنظام. احنا اليوم ما فيك تيجي تعدل باي نظام، خاصه بالدستور بعد مرور 15 سنه حرب، ودفع لبنان ثمن باهظ جدا، اكثر من 250 الف قتيل، اكثر من خساره 14 15 مليار دولار تقدر بوقتها. هلا اليوم يمكن تسوى اكثر من 100 الفاليو تبع اكثر من 100 مليار دولار لتهديم البنيه التحتيه بلبنان بعد 15 سنه حرب. اليوم ما فيك تيجي تقول لي بدي اعدل الدستور في ظل الوضع الحالي الموجود فيه. هيدا مثل ما بيقولوا هيدا طبق بدك تطلع على بارد، هيدا طبق بدك تطلع على بارد بدل ما نعدل بالدستور. لا بس بعض الامور. نعم هيدا مثلا. نعم. على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. اليوم انتخاب رئيس الجمهورية يجب تعديل بعض المواد فيه لكيفية، لأنه لا يمكن اليوم هيدا نحن قاعدين واقعين. هلا نحن بدك ضوابط تقنية يعني. بالضبط شيء تقني بالضبط، انه في حال اليوم في انتخاب مثلا لرئيس الجمهورية والنواب اللي بيمتنعوا لعدم بس لأسباب سياسية، مفروض يكون في له رادع. هالرادع يا بتفصلون بينفصلوا من المجلس النيابي يعني بدك تلاقي. بالمناسبة أستاذ صلاح حنين زميلك السابق بالبرلمان. نعم. بيقول بدل ما تقولوا انه عم تقولوا لغيركم ينزلوا، عم بيقول هو من وجهة نظره انه آلية الدستورية هي لا مش بده يحضر الثلثين، بيحضر 65 وبدال يصير في دورات ل 65 بس زائد واحد يعني. هيك عم يحكي على كل حال. بس نعم. هيدي نعم. هيدي ولا يوم من الايام صارت. طيب. ويعني حتى يعني بتذكر انا مع اني كنت خارج لبنان بوقتها، حتى عند انتخاب الرئيس الشهيد بشير جميل، طبعاً هو أصر حرص انه يجوا كل اصر بطريقه او باخرى يحضر. طيب استاذ خضر حبيب، اذا بدنا نقول عن موضوع النظام او تسيير عمل الناس وتغييره، طيب ليه ما كنتوا يعني من 2006 اذا من 2007 بدنا نقول ما دخلتوا بمداخل اخرى للحلول لهالموضوع، يعني مثل اللامركزية الإدارية، قانون انتخابات؟ يعني حضرتك بتمثل منطقة، بتمثل لبنان كله، ولكن بتمثل منطقة مجلس يمثل نعم. الأمة جمعاء في صحيح. منطقة يعني في عندك شريحة كبيرة من مواطنيك أو من ناخبينك بفقر بحالة إنمائية غير سوية. طيب اليوم ليه ما رحتوا بدل ما تزنوا بس على سلاح حزب الله؟ في عندك اللامركزية الإدارية، عندك قانون الانتخاب، يعني هذه مداخل كانت بتخلي يتحلحل قضية النظام، يعني بيبطلوا الناس اللي عندهم زبائنية سياسية كبيرة بصيروا يفكروا بغير طريقة بالسياسة. ليك أستاذ جلال بقدر هيك ولو ببانوراما سريعة. نعم. عند استشهاد رئيس رفيق الحريري الله يرحمه بال 2005، من بعدها صار في انسحاب للجيش السوري في لبنان لأول مرة منذ 25-30 سنة. اللبناني قال انه اليوم اصبح لبنان حر مستقل، بامكاننا يعني الرئيس الحريري دفع دم لقاء انسحاب القوات السوريه في لبنان، وان شاء الله نحن بنكون قادمين على يعني على مرحله سياديه افضل. بالضبط. وما حصل شفنا البلد وين صار ب 2006، فتح حرب لو كنت اعلم، راح 1350 قتيل، 12-13 مليار دولار بنية تحتية، 4500 جريح، وانقسم البلد ما بين 2 و 14. يعني هذا تسكر المجلس. لا بعطيك بانوراما بس. هذا تسألني العام. تسألني يعني اليوم الحق المواطن بغض النظر عن الانتصار اللي صار، ولكن صار في صراع، صار في قصف. إذا بتعتبره اليوم انتصار، أنا اليوم بقول لك بعد سك بدك الانتصار بدك خسارة وربح، خسارة وربح أستاذ جلال عطول، بدك تحسبها. بدك تحسبها. بس في وجهة نظر مليون إنسان يمكن بيعتبرها انتصار. 1350 قتيل، 1350 شهيد، 3-4000 جريح، خسارة بنية تحتية ب 12-13 مليار دولار بالمقابل لعدو تبعها. طيب من بعدها هيدي انا معلش انا بحساباتي الخاصة ما بعتبره بعد 2006 بدل ما ترجع بعد 2006. نعم. شو اللي صار؟ المجلس النيابي تسكر سنة ونص، الحكومة يعتبروه غير ميثاقية عند انسحاب الوزراء الشيعة، صار في عندك 7 ايار ب 2008، من بعدها اجينا على الدوحة
كل هالفترة المجلس الليبي مرتاح البلد مغلق، ما في عندك لا تشريع. أنت اليوم المشاريع كيف بتصير؟ المشاريع بتصير يعني عبر القطاع العام، عبر التشريع بالمجلس النيابي لتحسين المناطق، إن كان على صعيد الكهرباء ولا بنية تحتية ولا بكله بيصير عبر التشريع. بعدين ها إذا عم نحكي على صعيد القطاع العام، الدولة مسؤولة عن مشاريع بالمناطق وخاصة المناطق النائية، إن كان بعكار ولا بطرابلس ولا ولا بجنوب ولا بالبقاع ولا بأي منطقة أخرى. طيب في عندك اليوم المشاريع بتتم عبر طريقتين، أو قطاع عام اللي هي الدولة والوزارات سلطة تنفيذية، أو قطاع خاص اللي هو بزنس مان بيزلوا بيستثمروا بيعملوا مشاريع. سيد جلال بدر قلك اليوم بس لعطيك مثل صغير، آخر ثلاث سنين بمدينة طرابلس وأنا ساكن طرابلس، ولاد البلد الإسلام اللي هني صاروا أبا عن جد بهالمدينة تركوا مؤسساتهم سكروها أفلسوا وتركوا برات المدينة نظرا للوضع الأمني القائم كان بمدينة طرابلس آخر ثلاث سنين. كيف بدك تعمل مشاريع؟ كيف بدك تعمل مشاريع اليوم؟ قبل ما عم بحكي أنا عم قلك فيك المشاريع تتم عبر وسيلتين، أو القطاع العام أو القطاع الخاص. القطاع الخاص إذا ما في استقرار ما في أمن ما حدا بيستثمر لك ببني بفرنك بأي منطقة. فبالتالي اليوم كنت عم بشرح لك إنه وصلنا لمرحلة 2008 صار عندك 7 أيار، رحنا على الدوحة. بالدوحة شو اللي صار؟ بدي رجعك بس عم وصلك عم تحكي على الانتخابات. كان الرئيس ميشيل عماد العماد ميشيل عون مرشح حاله رئيس الجمهورية وقال لهم أنا أولى أحد. طيب وش رجع والتاريخ عم يعيد نفسه. وإز لسحر ساحر كان هناك اتصال ما بين السيد حسن نصر الله والعماد عون وقال لهم أنا وعدت والتمني مش حال. يمكن هالمرة ما راح يقبل. عظيم نعم قصدي أيوة أكيد لأن اليوم الله يخليه بصحته وعافيته امبارح كان عيد ميلاده يعني. طيب بس إنه يعني هذيك المرة حزين بس يا أستاذ جلال لا يمكن ترك البلد اليوم، لا يمكن ترك البلد في ظل هالوضع الحالي القائم اليوم. حرام 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 اللي عم نعمله بهالبلد بظل الوضع المأساوي المعيشي والاقتصادي والإنمائي. طيب 9 شهور مروا لو بده يتغير مثل ما بيقول في مثل بيقول انه لو بده تشتت كان تغيم لا غير لا عم تغيم لا عم تغيم لا في غيم ولا في شيء. الله يبعث لك هيئه سنيه الله الله استاذ خضر حبيب خلينا ناخذ فاصل اعلاني وندخل على موضوع طرابلس وطبعا الخطط الامنيه بغير مطرح والاوضاع بالمنطقه. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. تعلن المديرية العامة للأمن العام عن افتتاح مركز أمن عام مؤقت في عرسال لتسوية أوضاع الرعايا السوريين المقيمين في منطقة عرسال وجوارها، وهي تدعوهم للتقدم من المركز المذكور اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 23/2/2015. عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb. التحدي الكبير في دورته الجديدة على شاشة تلفزيون لبنان. نوعدكم مشاهدينا لموسمنا الجديد رح يكون غني بالمعلومات، تفوق، ثقافة وكل العلوم من الشمال للجنوب لبيروت لبقاع والجن. فهموا فكرة اللعبة. صح. إعداد تمام نخلي، تقديم كريستين داغر. مالي يعني الأسئلة عم تتراوح بين صعبة وسهلة للفريق. التحدي الكبير الجمعة 5:30 بعد الظهر
والإعادة الأحد 11:30 قبل الظهر على شاشة تلفزيون لبنان. هذا البرنامج برعاية Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أستاذ خضر حبيب، نرحب فيك مرتين. شكرا. يعني منلاحظ أنه 99% بمنطقة طرابلس الخطة الأمنية ماشية طبعا عكار وهيك مدت على البقاع. ما هو تقويمك لما حصل من خطة أمنية في البقاع؟ وخلال الليل الماضي أحد المتهمين بقتل زوجين فخري بتدعي، يمكن كانوا عم بوقفوا انصاب لأنه قاوم، هو أطلق رصاص، أطلق على الدورية، رصاص على الدورية ردت يبدو أنه توفي لاحقا على ما نعتقد. كيف رأيك بسير الخطة الأمنية بالبقاع؟ يعني بداية أنا ما فيني إلا ما أثني على الجهود اللي قام فيها معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ مهاد مجنوع، اللي هو يمكن له كل محبة واحترام، ولكن حقيقة يشكر على هذه المواقف عم يخدها وعلى الإنجازات اللي عم يقوم فيها من خلال إنجاز صالح لأبو صالح، مش إنجازات صالحة لأبو صالح. نعم. يعني إنجازات بالجملة الحقيقة، وأنا هيدا ما فيك إلا ما يعني تقول له شابوبا. هو استقطب يعني استقطب الإحاطة السياسية، أما الإحاطة السياسية سعد ما في شك، بس ما تنسى بدأ قرار، يعني ها بالضبط بدأ رجل المواقف والقرارات اللي اخذها الاستاذ نهاد مشنوع وزير الداخليه، لانه اليوم هي كمان بتتعلق بشخصيه، يعني بشخصيه طبعا بلاش بنقوا فلان وفليتين، يعني من زيت الحزب بنقوا هالشخص او هالشخص. صح. اليوم حسب المرحله الاجازه اللي قام فيها بدايه بموضوع الخطه الاميه بتنفيذها بمدينه طرابلس، ومعانت ما عانت في الكفايه مدينه هذه المدينه الحقيقه على 23 جوله ومئات القتلى والاف الجرحى وتدمير بالبنية التحتية، هذا أضيف إلى الفقر والحرمان وحرق ممتلكات وسرقة وإلا ما هنالك. اليوم بقدر أقول لك الحمد لله طرابلس تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطبيق الخطة الأمنية، وأيضا نحن شفنا يعني الخطة الأمنية التي شهدت بالبقاع الشمالي. نعم. أتمنى أيضا أن تعم هذه الخطة على بيروت وعلى صيدا. يعني بصير بعض الإشكالات صار بصيدا. نعم. ما بتقلق. نعم. ما في كله متكامل. اليوم أهم عواصم دول العالم بالاتحاد الأوروبي، ببريد، بروما، بأمريكا، بإسبانيا. بصير في عندك خرق للأمن. هيدا عم نشوف اليوم شو عم يصير بأهم دول اللي فيها، ببريطانيا. كيف نحن محاطين ببركان. بالضبط. وشوف حولنا شو عم يصير، حمى بركانية على البلد. مهم المسؤولين يعرفوا هالإيمة. بالتالي نتمنى. هيدا من شوي كنا عم نحكي على شغور مركز رئيس الجمهورية. واللي نحن بيأمس الحاجة له، لأنه بتعرف اليوم موقع رئيس الجمهورية اللي هو مسؤول عن رئيس مجلس الأعلى للدفاع. رئيس المجلس الأعلى للدفاع. فبالتالي أنا اللي عم أقول اليوم تطبيق الخطط الأمنية للبلد اللي هو بأمس الحاجة له، والحوارات عم بتساعد، والحوار القائم اليوم ما في شك بين تيار المستقبل وحزب الله كان له انعكاسات إيجابية على سحب التشنج والاحتقان المذهبي والطائفي المجهول بالشارع بين السنة والشيعة. ونحن اليوم خلينا نكون واضحين، صار هناك 6 جولات من الحوار القائم، وأنا بقدر أقول لك على طول بنطلع بنصف الكباية المليين النظرة الإيجابية. نعم هناك في عندك نتائج إيجابية وإشارات جيدة ما في شك، ونتمنى أن يعني تعم هذه الخطة على بقية المناطق. وهناك بعض الأمور منها مثلا اللي يجب الوقوف عنده ومعالجته، يعني بينه وبين الحزب، أيضا موضوع سرايا المقاومة. اليوم بالأمس القريب صار في إشكال بصيدا بين أحد العناصر بين سرايا المقاومة، وهذا الموضوع حقيقة يجب معالجته. أيضا موضوع الآلية لانتخاب رئيس جمهورية إن شاء الله بالجلسة القادمة سيتم تداول يعني فيها بين تيار المستقبل وحزب الله. في سؤال ممكن يعني لو كانت الأجواء غير إيجابية طلعت الاستناب أو الحكم القضائي على رفعت علي عيد. نعم. هل كانت الأمور هيك كانت يعني بهالسهولة كانت مش ما رأيت أو ليك خليني يعني يمكن محرج شوي. لا 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 بالعكس ما في إحراج أبدا. أنا لا ما عندي إحراج أبدا، بالعكس أنا باليوم
أنا نائب ممثل هذه الطائفة الكريمة. هذه الطائفة عانت ما عانت فيه الأمرين على مدى سنين وسنين، ومع الأسف أنه أيضا جزء كبير من أهلنا وشعبنا بمنطقة جبل محسن دفع ثمن لحروب حماسية لا نقطوا ولا جملوا فيها، لا نقطوا ولا جمل فيها، لقاء أنه كان في حزب معين كان هذا الحزب هو مهيمن على هذه المنطقة وكان له وجهة نظر معين في السياسة، ولكن اللي دفع ثمن هو أهل المنطقة، الناس. الناس اليوم بتطلع على منطقة جبل محسن أستاذ جلال بتشوف البطالة واللي تشغل الناس قاعدة على شغله لعملي. الوضع الأمني الوضع الأمني الحمد لله صار مستقر. بده يتغير الوضع الاجتماعي. أنا بكل تواضع بقول لك المنطقة إن شاء الله منطقة طرابلس وهناك مشاريع واعدة بإذن الله من هلا لآخر السنة حنشوف في خطة إنمائية شاملة. ما بدي أعلن أحكي شيء عنها بس نحن ككتلة تغير مستقبل عم نشتغل على أمور معينة وهيدا حتخلق فرص عمل كبيرة لمدينة طرابلس لأهلنا بجبل محسن وبالقبة وبالمنكوبين وبالتبين وباب الرمل بكل المناطق عم بحكي على صعيد المدينة إن شاء الله حيكون في فرص عمل ومشاريع إنمائية واقتصادية بقلب البلد حتخلق ما في شك وحتخلق فرص عمل لشبابنا بكل المنطقة. أنا قلت لك بجبل محسن وبالتبين وبالمنكوبين وبالقبة بالكل إن شاء الله بس هيدي إن شاء الله من هلأ لك يوم شهر سيتم الإعلان عن هذه الخطة وحتخلق فرص عمل لشبابنا القاعدين لشغل العمل. أما فيما يتعلق بموضوع المذكرة هذا الحزب نعم كان متورط في معارك حبثية 22 معركة حبثية خلال 3 سنين سقط خلالها 260-270 قتيل بأهل المنطقة من كلا المنطقتين و 1350 جريح صح تفجيرات وتفجيرات يا استاذ اهل منطقه جبل محسن الباي يسمى بوقتها الحزب العربي ما قدروا اخذوا شارع 10 امتار بالتبينه واهل التبينه ما قدروا اخذوا 10 امتار بمنطقه جبل محسن فاذا شو الافاده من الحروب كلها في عندك مئات الجرحى اليوم بكلا المنطقتين من اهلنا بجبل محسن الكرام واهلنا بالتبينه الاعزاء منطقتين في جرحى عندك وناس في إعاقة جسدية الرأس اللي طايرة عينه واللي رايحة إيده شو استفدنا منه؟ السلام أفضل من السلاح. ما في شك. طيب اليوم أستاذ خضر حبيب دمستورة واصل على بيروت أو وصل من بيروت غدا ينتقل إلى دمشق يعني في مسؤول أممي هلأ كمان موجود عربي بدمشق ودمستورة مسؤول غربي أممي رايح على دمشق يعني الأزمة السورية يقال أنه رايحة سنتين ثلاثة أربعة خمس ستة عشرة طب هل يمكن أن ننتظر ما الذي يحصل بسوريا وما الذي يحصل ماذا سيحصل بسوريا؟ لك عند بدء الأزمة السورية يعني في عندك ألف أشوري هلأ مفقود صحيح. يمكن يموتوا كمان على يد داعش صح عند بدء حصول الأزمة السورية كان البعض يقول إنه هي أزمة أسابيع البعض الآخر كان يقول لا أزمة ستطول نحن هلأ بالسنة الرابعة للأزمة السورية وهناك مئات الآلاف القتلى والدمار وتدمير بنية تحتية طويلة دمري صحيح بس بقدر أقول لك لا يمكن اليوم إيجاد حل في سوريا بطريقة تكون عسكرية وفريق بيقدر ينتصر أنا عم بحكي تحليل الشخصي ماذا سيحصل في سوريا سيحصل في سوريا طائف سوري أسوأ من الطائف اللبناني هلا ولا بعدين ولا بعد سنة ولا بعدين ولا بعد ثلاثة انه لانه اذا بتطلع فيها من الناحيه العسكريه لا يمكن ايجاد حل عسكري للواقع السوري للازمه السوريه الحاليه فبالتالي الحل سيكون حل سياسي ممكن يكون بالطائف ممكن يكون بجنيف ممكن يكون هلا في عندك جنيف 1 وجنيف 2 وجنيف 3 وهلا قريبا حيكون جنيف 4 انا اللي عم اقوله لا يمكن ربط الوضع السياسي والوضع الامني اليوم باللبناني بسوريا لانه ممكن تكون الازمه بسوريا طويله فشو المطلوب مننا فهموا الافرقاء بلبنان هالشيء اتمنى انه يكونوا اليوم لديهم فكره شامله وواقع في عندك في خريطه جديده في سايس بيكو جديد اليوم بالمنطقه يا استاذ جلال اليوم داعش اللي عم تقوم فيه بهالمنطقه في تغييرات جغرافيه ما حدا بيعرف لهلا ليك كمان بدهم يغيروا يالطا يعني النفوذ الغربي النفوذ الخارجي كمان راح يغيروا يالطا غير ساكس بيكو بقلب المنطقة صرت مجتمع مع عدة لأنه يعني في أوكرانيا صارت موصولة بالمنطقة صرت مجتمع مع عدة وفود خلال يعني الأشهر الماضية خلال وجودي بكتلة تيار المستقبل مع وفود أجنبي وأوروبية إلى ما هنالك ما في وجهة نظر معينة بعد لهلا حدا بيعرف شو عم يصير بالمنطقة وتغيير جغرافي بالمنطقة جيوبوليتيكلي إذا بتطلع فيها يعني إذا طلعت باليمن وبالعراق باليمن بالعراق بسوريا ما حدا عارف حقيقة
شو ماذا سيحصل في المنطقة. ما حدا عنده تفكير موجه، بس أنا بقول لك مما لا شك فيه إنه في تغييرات جذرية ستحصل sooner or later، هلا أو بفترة لاحقة زمنية معينة في تغيير للخارطة، لخارطة المنطقة. هلا أيمت كيف ومتى ما بعرف، ما حدا عنده وجهة نظر معينة بتقسيم اليمن، بتقسيم سوريا، بتقسيم العراق إلى أقاليم سنية وشيعية وقرديه في العراق، ما حدا عنده وجهة نظر معينة ماذا سيحصل منطق. بس أنا أقول خلينا نرجع لمشكلة الأساسية. نحن شو المطلوب لنا اليوم في ظل ما يجري بهالبراكين وهالحمام اللي عم تيجي على البلد؟ قدر الإمكان الحياة عنا. مطلوب اليوم تحسين الواقع السياسي بالبلد، تحصر حالنا، وهيدا عن الشيء عم نشوفه. والجيش اليوم عم بيتقدم، ما في شك. وهلا اليوم فرنسا تلتين. اليوم فرنسا اليوم هيدي يعني مع الأسف، مع الأسف إنه بعض الوسائل الإعلامية اللي كانت هيك عم تدس عم تطول على هبة العيون انه لا في هبة سعودية و3 4 مليار دولار. اليوم هناك كان بيان صادر من وزارة الدفاع الفرنسية بأوائل نيسان سيتم تسليم المعدات الأولى للعسكرية للجيش اللبناني. اليوم حقق الجيش فجر اليوم تقدم او بتلال براس عندما هجم رجع اخذ تلتين بالمنطقة. فبالتالي اليوم نحن لنقدر نحصن هالبلد ونحمي هالبلد، شو بدك نعمل؟ اول شيء نحمي حدودنا، نحمي الحدود، نسكر بالقول والفعل. النائب النفسي استاذ جلال اليوم له أهم القول فقط، يجب تطبيق النائب النفسي بالقول قدر الامكان، بتسكر الحدود نهائيا، بتطلب من حزب الله حقيقه اذا بدكم تحموا هالبلد يا شباب اسحبوا شبابكم، ما تعطوا عذر للمنظمات الارهابيه المتطرفه. مش راح يقدر يسحب شباب نحن اللهم في عنده اسباب. اللهم اني بلغت، نحن اللي علينا بنعمله مطالب ومنقول اليوم نحن لنحمي هالبلد، لنحصن هالبلد، بتسكر حدودك، بتدعم الجيش اللبناني، كلياتنا بنوقف وراء دوت. رئيس عبد الحريري بخطابه بالبيال عم يقول نحن مستعدين نوقف وراء الجيش، نحمي حدودنا، بنحصن الساحه السياسيه الداخليه اللبنانيه، واي جهه تتعدى بسياسه تتعدى على لبنان كلنا بنوقف جنبنا. اخر سؤال بعد ما دقيقه، العسكريين الرهائن، عسكريون الرهائن، هل في باركة أمل بمعطياتك؟ إنه لأنه اليوم إحنا سمعنا إنه مصطفى بحلو كان مفوض سري، قرأت هذا الخبر بيعلم إنه بشكل عام اللواء عباس إبراهيم، هل ممكن يعني خلية الأزمة الوزارية وعلى رأس اللواء عباس إبراهيم الله يعطيه العافية عم يقوم بجولات مكوكية، يعني هو أداة التنفيذية لخلية الأزمة. نحن متفائلين جدا إن شاء الله الوصول إلى حل لأزمة الرهائن بأقرب وقت ممكن، وهدول شبابنا وأهلنا وولادنا بالنهاية، يعني عم نقول وصار له هلأ 7 شهور، بس إن شاء الله بالنهاية سيصل إلى يعني أطلاق سراحهم بأقرب وقت ممكن. أستاذ خضر حبيب، عضو كتلة تيار المستقبل، نحن نشكرك من تلفزيون. مشاهدينا الكرام، نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الأخبار وندى صليب شوي.